أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي إلى الله أنه فعلا من كل قلبي بصليها أنك تتبارك اليوم من خلال هذه الحلقة. مواضيع كتير كتير مهمة، مواضيع روحية، أنا بصلي أن تكون سبب بركة وسبب فائدة روحية واستفادة لحياتك. أنا بشجعك وبدعوك، رح تشوف الأرقام الهاتف موجودة أمامك على الشاشة أنك تتواصل معنا إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار. اليوم رح نتكلم عن هوية يسوع المسيح وكيف نعرف يسوع المسيح الحقيقي. هذا السؤال وأسئلة كثير رح نطرحها في هذه الحلقة. أنا بدعوك مع أنك تشاهد هذه الحلقة وتشجع آخرين لأنه فعلا رح تكون بركة لحياتك. حديثنا في هذه الحلقة عن من هو المسيح الحقيقي، رح نبحث أكثر بعمق في هوية يسوع المسيح إن صح هذا التعبير. ويسرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور، طبعا هو مش ضيف، هو صديق وأخ بالخدمة وزميل في الخدمة، هو إعلامي وطبعا يعني مدرس وأستاذ وكاتب كتب عديدة في كذا موضوع. بحب أقدم دكتور عماد شحادي، مدير كلية اللاهوت جيتس في الأردن. أهلا وسهلا دكتور عماد. نزار، فرصة سعيدة جدا، من دواعي سرورنا فعلا أن نشوفك مرة تانية.